السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كي دايرين مع البرد؟ واش كتعاودوا؟ والله يسهل عليكم وعلى جميع المسلمين وعلينا وعلى جميع المسلمين. اليوم بغيت نوجد واحد الجديد، درت الجديد مع شويه د الحمر الراس، وقلت غندير واحد القطيعه ونشاركها معكم. وعندي هنايا كيلو ديال البلبوله، الشعير البلبوله البلديه والخضيره، راه كاينه هنايا ليشو، طاطا، خيزو، القرعه خضراء، القرعه حمراء. هادشي هو اللي دايره انا في هاديك اللي كنلف الصفرة. هادشي هو اللي دايره انايا ديال الخضيره. وعندنا هنايا راه دايره الكوكوط كطيب، دايره فيها داك الجديد كرداس مع شويه الحمر الراس. وهادي البريمه فاش غادي نديرو ان شاء الله البلبوله ديالنا الطيب، كيف كيبغي شويه طياب راه درتو كيطيب هو والحمص وديك داك الجديد كرداس مع شويه الجديد والحمر الراس، درتهم كيطيبو شويه كيبغيو الطياب. وهنا غادي نصورو ديك البلبوله وتابعوا معانا. هذا لاصوص ديال الجديد ديالنا، هذا هو الكرداس والحيمه ديال الراس مع الحمص، احنا درناهم سدينا عليهم شويه يدخلهم الطياب. اليوم هاد خيزو واللفت، اللفت البيضاء وليشو، هاد الجدير ديال ليشو، وهاد مطيشه محكوكه مع معلقه ديال مطيشه ديال الحك. دابا غادي نزيدوهم وغادي نخليهم عاوتاني طيب الخضيره، وعاد نزيدو عليها القرعه والطاطا وديك القرعه خضراء. هي دابا درتها كطلع حتى ملي غادي طيب، وغادي نحضرها عاوتاني وغادي نتلاقاو كيفاش. دابا زدنا مطيشه درناها مع هاد الجديد، هاد الجدير ديال ليشو وخيزو. هو القديد راه ما تيبغيش كثرت الخضره بزاف، شويه د الخضره ماشي بزاف، ولكن راه زوين الريحه ديالو، طالع الريحه غزاله. والقرعه راه غنخليوها حتى الاخر عاد نديروها. دابا هادي هي البلبوله ديالنا بعد ما حضرناها، غادي نبردوها، رشوها بشويه ديال الملحه ورشوها بشويه ديال الماء ماشي بزاف، ورجعوها للكسكاس تفور وعاوتاني نتلاقاو. حنا بعد ما شربناها بالماء، حنا عمرنا عاوتاني ونديروها في الكسكاس عاوتاني ونحضروها واحد ثلاثه د المرات، وحنا كنعاودوها حتى كتطيب، كنحسو بها طايبه رطبه. غنديروها تطلع عاوتاني ونتلاقاو. بعد ما طلعت انا دابا غادي نحضرها وعاوتاني نبردها شويه ونعاود نرشها بالماء ونرجعها للكسكاس. هي دابا بدا كيدخلها الطياب، بدات كطرطب، خليوها تبرد شويه. واللي عنده شويه ديال الزيت العودي دهنها، ما عندوش يدير الزيت العاديه، وعاد يرجعها عاوتاني للكسكاس تاعها. انا غندير لها شويه ديال الزيت العود انا غادي ندير لها خويه ديال الزيت العود. صافي كنبردوها، كنو نرشوها واحد شويه ماشي بزاف، كنو نديروها دايره هي التفويره عندها الاخرانيه، كنو من بعد نتلاقاو. دابا تنفخات البلبوله مزيان، الحبيبات ديالها تنفخو مزيان وطابت الما دافي، ما كنديرش انا الما بارد غير شي شويه، واحد الرشيشه. صافي دابا فيها التفويره، خليها تفور مزيان
كنحطها باش ملي كتاكلوها كتجيكم بحال المخ رطبة، ما كتجيش قاسحة ولا دابا راه داخله طياب مزيان. نعاود لها غير التعويده صافي وغادي نتلاقاو ان شاء الله باش نسقيوها. البطاطا والقرعه انا زدتهم كيطيبوا وجات واحد المريقه ديالها غزاله بنينه وثقيله. بعد ما وجدت البلبوله ديالنا هي حترتها في الكسعه صاوبتها ولاصوص ديالنا هي واجده. دابا غادي نسقيها. ايوا هادي هي هادي هي القصيعه ديال البرد ديال الكلام ديال البرد باش شهيتكم فيها. ها الكريديسات والحيمات البليلة ثقيلة المريقة ديالها هانتوما كتشوف. هذا هو الشكل النهائي ديال القصيعة ديالنا اللي شاركت معكم هاد المهيار وناكلوها وتانتوما تجربوها بالصحة والسلامة باش ما تمنيتو. وطعيمة دايزه الكلام ديال البرد بالصحة والراحة وبارطاجيو مع الأصدقاء والأحباب ويصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله.